مرحبا بحضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، وآخر فقراتنا في نهاية هذا اليوم. يمكن ما فيش شك أن ملف التغيرات المناخية والتخطيط العمراني الجيد والمدن المستدامة ده من أهم الملفات اللي بتهتم بيها الدولة عشان تقدر اللي هي يعني تواجه التغيرات المناخية اللي بتشكل خطر كبير على القارة الإفريقية. نجحت مصر من خلال جهود القيادة السياسية في اتخاذ العديد من الإجراءات بشأن هذا الملف. إيه اللي حصل؟ وإحنا فين دلوقتي من دول العالم الأخرى؟ ودور المدن الجديدة والمستدامة صديقة البيئة في الحفاظ على المناخ؟ هو ده اللي هنعرفه من دكتور أحمد أبو عيانة، أستاذ في الهندسة المعمارية بجامعة روما، وهو ضيفنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير أستاذ أحمد. أهلا. صباح الخير على السادة المشاهدين. بداية طبعا احنا حابين نعرف السيد المشاهد فكرة التغيرات المناخية باختصار. التغيرات المناخية اللي هي الأنشطة اللي ظهرت من الثورة الصناعية، بدأ يحصل اعتماد على الوقود الأحفوري، بترول وخلافه، فبيطلع غازات. الغازات دي لما تركيزها بيزيد في الغلاف الجوي زي ثاني أكسيد الكربون، بيحبس الحرارة، فبيعمل حاجة اسمها الاحتباس الحراري، وبيرفع صحيح. درجة حرارة الأرض. فهنا تكمن المشكلة، إن لما الأرض نظام يعني نظام واحد، فلما بيحصل فيها خلل بيأثر على كل حاجة، منها زيادة منسوب المياه ودرجات الحرارة المتطرفة وخلاله. دي نقطة. النقطة الثانية، احنا بنتكلم عن مدن مستدامة أو مدن جديدة أو مدن ذكية. هي عبارة عن إيه؟ المدن الذكية أو المستدامة هي المدن اللي بتحقق جودة حياة للمواطن، بتعتمد على التقنيات الناشئة، وبتعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة الناس، وفي نفس الوقت بتكون مستدامة، يعني ما يكونش ليها أثر سلبي على البيئة. صحيح. أثر ضار على البيئة وخلافه. يمكن يعني فلسفة الدولة المصرية في التخطيط ليها يعني منهجين واضحين جدا. حتة إن احنا زيادة الرقعة المعمورة، احنا عايشين على 7% بس من إجمالي مليون كيلومتر مربع في مصر. فالدولة المصرية بتشتغل على تعمير الصحراء ومضاعفة الرقعة العمرانية بحيث ان نوصل ل 14.5%. والحاجة الثانية ان احنا بنشتغل على الاوضاع، يعني الاوضاع رفع كفاءة رفع كفاءة الحاجة القائم، وده طبعا بيكون تحدي اصعب بكتير جدا. ده كده بصورة عامة. المجتمع الدولي بدأ يتكلم عن ازاي نقدر نتعامل مع قضايا التغيرات المناخية. ففي منهجين بنتكلم فيهم، ان احنا يا اما نقلل من غازات الاحتباس الحراري اللي هي اللي بتنتج نتيجه الانشطه بالظبط، من نفصلها من المنبع، او ان احنا بنقدر نشوف الوضع القائم ايه وازاي بنتكيف معاه بحيث ان احنا نقدر نقلل من الاثر الموضوع ده. صحيح. ومن هذا المنطلق برضو حابين نقول ان من اكتر الحاجات اللي بتطلع اللي هي بتسهم في غازات الاحتباس الحراري الطاقة، واستهلاك الطاقة بتشكل حوالي من 65 لـ70% من إجمالي الغازات. صحيح. اللي مسؤولة عن هذا الموضوع. يعني لو قلنا مصر في 2016 كانت بتستهلك 310 يعني انبعاثات 310 مليون طن مكافئ من الكربون، منهم 70% كانوا من الطاقة. فمن هذا المنطلق بدأت الدولة المصرية تشتغل على تطوير، أبحث عن وقود بديل. وهنا شفنا محطات بنبان وشفنا أو بنبان وغيرها من المحطات الخاصة بإنتاج الطاقة صديقة البيئة. بالزبط. لكن سؤالي هنا لحضرتك تحديدا عن دور المدن الجديدة والمدن المستدامة صديقة البيئة في الحفاظ على البيئة. هو ده الجزء اللي بقول لحضرتك عليه، فكرة الاعتماد على الطاقة المتجددة. احنا خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة بنستهدف يكون عندنا 42% من الطاقة المولدة من الطاقة المتجددة في سنة 2035. فنفهم من كده ان الطاقة المتجددة ليها دور مهم جدا. طب فاحنا المدن اصلا ايه مشكلتها، او ايه هي يعني ايه الفكرة اللي بتحصل، سواء البيوت بتاعتنا او الشوارع عوادم العربيات. فبدأت الدولة تشتغل على تطوير قطاع النقل، ان انت ازاي تبدأ تقلل الملوثات اللي بتطلع من العربيات. بدأت البيوت نراعي فيها كفاءة الطاقة من حيث الإنارة ومن حيث التبريد والتدفئة. التخطيط الاعتماد على التقنيات اللي هي تقنية المعلومات، ان احنا نقدر نعمل الموضوع ده ازاي. فبقى الأثر بتاع البيت بدل ما كان، يعني لو احنا عشان نقدر نفهم الموضوع بصوره اكبر نقارنه بالبيوت العاديه، او التخطيط
العادي او اللي هو العمران والمباني العاديه، الفرق في ايه؟ الفرق ان المبنى عشان اقدر ان انا يعني هو مش معمول ان هو بيراعي البيئه بالصوره الكافيه، فبنبدا نعتمد على اجهزه التكييف، ان انا عندي الشقه بتاعتي بتبقى حر او المساكن بتاعتي بتبقى حر. صحيح. فببدا اعتمد على تكييف بصوره اكبر، ببدا اعتمد على الحاجات اللي بتعمل لي يعني تخلي الجو كويس، فبالتالي بستهلك طاقه اكتر. في المدن العمرانيه الجديده بدا مراعاه الكلام ده كله، ان احنا بنشتغل على الحاجات اللي هي التوجيه، توجيه ان انا ازاي احصد الرياح، ازاي اقدر اعمل تيارات هواء في البيت عندي، ازاي اراعي الاتجاهات الشمسيه، ازاي اقدر في شبكه الشوارع تبقى شبكه واسعه، يبقى في اتصال وسهوله ما بين يعني ما بين الحركه وما بين يعني من منطقه لاخرى. ويمكن انا يعني خليني اسال حضرتك، ايه اضرار العمران التقليدي على المناخ؟ اضرار العمران التقليدي، العمران التقليدي هو العمران اللي ما بيراعيش البيئه، اللي هو الناحية التانية، اللي هو بيكون فيه مفيش ترشيد للموارد، مياه، طاقة، الملوثات، الهواء، فبالتالي الحاجات دي كلها بتأثر مش على البيئة، بتأثر على الإنسان بشكل أساسي. يعني فهي دي بتبقى يعني في احنا بنتكلم في زيادة سكانية كبيرة جدا، كثافات عالية جدا، مباني متضامة، فمش هتلحق ان انت يعني تحس بالحاجات اللي موجودة، مش هتلحق يبقى فيه تيارات هواء وخلافه، فبدأت تأثر على الصحة النفسية بتاعتنا والصحة الجسدية وزيادة ملوثات الهواء بخلاف طبعا الزحمة وخلافه. وده يمكن بيحطنا في الشق الثاني اللي هي رفع كفاءة المدن القائمة، واللي الدولة بتبذل فيها مجهود يعني عشان تقدر ان هي تعمل تطوير لهذا الوضع القائم. طيب لو احنا بنتكلم على الدور اللي قدرت من خلاله مصر خلال فترة زمنية ان هي تعمل عدد من المدن الذكية وعدد من المدن صديقة البيئة والمستدامة، الهدف من الخطوات اللي بتخطوها مصر دي واضحة تجاه النية او الجدية في التعامل مع ملف التغيرات المناخية. هل ده فعلا قادر على الحد من سرعة او وتيرة هذه الظاهرة؟ طبعا، يعني احنا برضو نرجع للموضوع، يعني الاهداف ليه الدولة بتشتغل في هذا الاتجاه؟ احنا بنتكلم لما قلنا جهود المجتمع الدولي بيتكلم ازاي نقدر نعمل نشتغل كمجتمع دولي ننقذ البيئة بتاعتنا، وبدأت الأمم المتحدة طلعت أهداف للتنمية المستدامة في نفس الفترة الزمنية بتاعت اجتماع قمة المناخ في 2015، اتفاقية باريس، إن احنا ازاي نخلي بالنا من الأمور ده كمجتمع دولي. مصر بدأت في فبراير 2016 أنشأنا الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة اللي هي معمول لها توطين على مصر، خدنا من الأهداف العامة وبدأنا ننزل على الأهداف المحلية بتاعتنا. صحيح. فبقى لينا هدف ماشيين عليه، أهداف تنمية مستدامة ورؤية بنعملها. والرؤية دي بدأت تحتها أهداف وتحتها مستهدفات بقياس إن احنا نبدأ نشوف مؤشرات الأداء بتاعتنا رايحة فين وجاية منين. فبالتالي بقى ده اتجاه من الدولة، إن عندنا رفاهية في الحاجات الجديدة، إن أنا أقدر أعمل أعتمد على التقنيات وأقدر إن أنا أشتغل بهذا الموضوع. حتة إن أنا هتوديني فين، احنا قلنا في علاقة وثيقة ما بين استهلاك الطاقة وغازات الاحتباس الحراري. فلما انا برفع من كفاءة الطاقة المتجددة اللي هي مستهدف ان هي توصل ل 42% في 2035، ومصر بالمناسبة احنا مستهدفين ان احنا في 2030 انبعاثات الكربون بتاعتنا بتكون 100 مليون طن مكافئ من الكربون، فاحنا بنتكلم ان احنا هننزل كل هذا الموضوع. فكل دي يعني هنلاقي كل قطاعات الدولة وكل المشاريع وكل الحاجة بتصب اولا حول التنمية، اللي هو الانسان هو المحور الاساسي، وكلنا بنمشي في صحة الإنسان. صحة الإنسان، ما هو التنمية أصلا بتتعمل ليه؟ مش عشان مباني أو عشان الإنسان في المقام الأول، وبعد كده بنبدأ نشتغل بحيث أن كل قطاعات الدولة بتشتغل في هذا الموضوع، وكلنا بنروح على اتجاه واحد وهدف واحد اللي هو تحقيق المستهدفات. نقدر نقول بالأرقام هيقلل قد إيه المدن دي؟ ما احنا عشان اقدر نقول الرقم المدن لوحدها، لكن نقدر نقول الاستراتيجيه العامه، ان طبعا مش هتقدر تفصل، انت الدوله بتشتغل في كل حاجه، بتشتغل في تطوير كفاءه المياه، في في الامن الغذائي، في محطات المعالجه، تحليه المياه، في كل حاجه. لكن احنا نقول ان احنا بنستهدف من لو قلنا زي ما قلنا في 2016 من 310 مليون ل 100 مليون، يعني احنا بقينا نتكلم اصلا عن حاجات ومفردات ما كناش بنسمع عنها من 5 6 سنين، ان احنا بنتكلم عن حياد كربوني، بنتكلم ان احنا ازاي نقلل البصمه الكربونيه بتاعتنا، يعني الانشطه اللي بنطلع عليها غازات ازاي بنقدر نقللها، وبنطلع بنمنع
طلوع غازات اخرى زي الطاقه المتجدده، فبنبدا لحد ما نوصل في يوم من الايام يبقى عندنا صفر كربون. فبالتالي صحيح. يبقى ده دور مهم جدا، ومصر ملتزمه بهذا الموضوع وماشيه فيه بصوره كويسه جدا. طيب، كل اللي بيحصل ده دكتور احمد الهدف الرئيسي منه هو الحفاظ على مستقبل الاجيال القادمه، لان احنا بنقول ممكن ده يكون في تغير ملموس بشكل واضح جدا، بنتكلم في 100-150 سنه. فالهدف الرئيسي اذن هو الاجيال القادمه. بالظبط. ازاي نقدر نوعي الاجيال الحاليه اللي هتصنع المستقبل القادم باذن الله بخطوره الاضرار الناتجه عن التغيرات المناخيه؟ هو فعلا التوعيه موجوده، دلوقتي وزاره التعليم بتشتغل على هذا الموضوع في الطلبه في المدارس. اول حاجه وهي الخط الاساس رفع البنيه الفكريه للناس، ان انا ابقى فاهم اصلا ايه التغيرات المناخيه، وانا قاعد في بيتي انا مستفيد بيها ايه، ولا هتضرني في ايه. التغيرات المناخيه انا ممكن بتنعكس عليا لما انا ارشد استهلاكي، هتتحول عليا لو انا كفرد لمنفعه اقتصاديه، ان انا هوفر في الفواتير بتاعتي. فدي تبقى الناس فاهمه اهميه الموضوع ده كله، ان احنا نبدا نعمل يعني رفع الوعي في الاعلام، نبدا نعمل الدورات التدريبيه، هو رفع الوعي وبناء البنيه الفكريه دي اهم ده حاجه. اللي احنا بصدده الان. بالظبط، احنا في جزء دلوقتي بنتكلم، يمكن كمان الاجيال اللي جايه يعني قصاد التحديات اللي موجوده هم في حظ افضل، ان هم من صغرهم الموضوع بقى عقيده، بقى جزء في ادبياتهم. دلوقتي في الاطفال في المدارس بتتكلم عن تدوير البلاستيك، بتتكلم عن صحيح. يعني بقى عندهم وعي فعلا موجود. احنا دور الاعلام ان احنا نعزز الموضوع ده كله، ان احنا ازاي ننقل العلوم وننقل الكلام الثقافه، ويبقى الموضوع عقيده، ونفهم الناس ان الاستدامه جاءت عشان تيسر علينا، مش ان انا اعمل حاجه تكلفني. دايما بنقول احنا ماشيين نحو استدامه، يعني اللي تقدر تعمله لازم تعمله. لو هتوصل ان انت يعني تشد الفيشه بتاعت الكهرباء مكانك، يعني هتعمل حاجه علشان تستفيد من هذا الموضوع. يعني زي ما بيتقال دايما كده، مفيش حلاوه من غير نار. طبعا اذا كنا نريد ان نعبر بالتحديات كي يامن الاجيال القادمه، لابد ان نتخلى عن بعض الممارسات الغير سليمه او الغير صحيحه التي تؤثر وتنعكس انعكاس طبعاً مباشر طبعاً على البيئه بشكل طبعاً عام. بنشكر حضرتك دكتور احمد ابو عيانه، استاذ او دكتور بالهندسه الوراثيه بالهندسه المعماريه بجامعه روما. شكرا لوجودك معنا يا فندم في صباح الخير. شكرا جزيلا. شكرا.